أنا بس عايز أقول نقطة وجيهة أو اتقالت دلوقتي، أنا بس بأكد عليها. يعني مفيش بيت طلعت منه طلقة في سيناء خلينا القوات تشيله، ما حصلش. شوف أنا بقول إيه، ما حصلش. مفيش بيت في سيناء طلعت منه طلقة خلينا القوات تشيله، فيش مزرعة طلعت منها طلقة خلينا القوات تشيلها. الكلام ده فضل شغال طول الثلاث سنين ونص اللي فاتوا. ولما جينا نقول نشيل البيوت اللي موجودة، احنا مش بنشيلها بس، احنا بنشيلها وبنعوض الناس. ما بنسيبش اهالينا كده، بنعوضهم رغم ان هم كانوا حابين يبقوا موجودين في اماكنهم، يعني مش عايزين يسيبوا المناطق بتاعتهم، لكن هم كمان مش قادرين على الناس ديت، الناس اللي عايشه في وسطهم مش قادرين عليهم. واحنا ما نقدرش نطالبهم ان هم يعني يقوموا بدور مش بتاعهم، لكن ده ما حصلش. طب لو حد سقط خطا بيتم مصارعه التعويض، وطبعا ما حدش قادر يعوض حد عن. طب دلوقتي احنا بنعمل ايه بقى؟ دلوقتي احنا زي ما قلنا كده، لا هيبقى فيه جهد وعمل تاني عشان لمؤاخذه الدوله تعود لسينا. مطار العريش اتقفل خلال الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، نتيجه انه كنا احنا حريصين على ان اهلنا اللي موجودين في نطاق المطار يبقوا موجودين، ما حدش يقرب لهم. المزرعه اللي موجوده ديت ما حدش يقرب لها. لما اتضرب على الطياره، ضربت من المزارع اللي موجودة حوالين المطار، ما كناش نحب نعمل كده. برضو احنا اضطرينا للأسف، ان احنا انا بقول للأسف عشان المصريين يبقوا عارفين احنا بنعمل حرم آمن للمطار، لان لازم المطار يرجع ولازم يشتغل بلا تهديد. لازم مطار العريش يرجع يشتغل، الدولة تعود وتعود. ايه؟ مش هنسمح ابدا نقول اصل مش هنقدر نشغل المطار عشان بيتهدد. لا لا لا، الحرم يبقى 5 كيلو حوالين حقول الطيران. يتساعدونا. لكن عمره حتى واحنا بنعمل ده ما هيكون على حساب الناس. فدفعنا كتير وهم طبعا معذورين، اهلنا اللي هناك، وانا الرساله بوجهها لهم، معذورين. لكن احنا خدنا قرار باستخدام عنف شديد خلال المرحله الجايه، لسه ما بداناش. عنف شديد وقوه غاشمه حقيقيه. هنعمل ايه؟ هنستخدم قوه غاشمه حقيقيه. ده كلام انا بقوله. لا احنا مش هنقعد نستنزف ولادنا وقواتنا واموالنا لمده، لا. وفي نفس الوقت احنا اللي ده عشان برضو بنقول دي حجم ما ينفق على تنميه سيناء يصل لربع تريليون جنيه. وانا ما بقولش، الناس اللي عارفاني وانتوا عارفيني يا مصريين، ما بقولش كلام، لا، الكلام ده معمول وهيتعمل. ربع تريليون جنيه، يعني 250 مليار جنيه لعدد السكان مع كل التقدير لكل المصريين ما يزيدش عن 500,000 في كل سيناء او 600,000. بنضخ المبلغ ده عشان نعمل تنميه ونعمل، نبقى احنا عملنا الجزء الواجب اللي علينا كمصر تجاه اهلنا في سيناء. لكن احنا لن نسمح ان الكلام ده يستمر عندنا، وهنبقى غاشمين قوي في استخدامنا للقوه عشان ده مش هنسمح بيه تاني. وارجو ان الكلام ده يتحط في الاعتبار، واهلنا في سينا يساعدونا بجد. سينا معاك يا ريس. لا احنا عايزين، بصوا مش معايا انا، عايز سينا تبقى مع مصر. مع مصر. لا مع مصر.